يعني أريج سنين الحرب على سوريا ما قدرت للحظة أن تبطئ نبض التكافل الاجتماعي بين السوريين، فقد وجدت الكثير من الجمعيات والمبادرات المجتمعية ليبقى السوريين على قلب واحد. ومن هالجمعيات سالي جمعية نور للإغاثة والتنمية يلي أطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأطلقت حملة بتحمل اسم من إيدك أحلى. للإضاءة أكثر على هالفعالية معنا بالاستديو يارا توما، مديرة التواصل والإعلام بجمعية نور للإغاثة والتنمية. يسعد صباحك، أهلا سهلا فيك. صباح الخير ورمضان كريم. رمضان كريم يا رب. يسعد صباحك يارا ورمضان كريم. أكيد بداية خلينا نحكي عن من إيدك أحلى، شو هيدا المبادرة وقديش مستمرة؟ حملة من إيدك أحلى هي حملة أطلقتها جمعية نور للإغاثة والتنمية ببداية شهر رمضان الكريم. الهدف منها هو نشر جو من التكافل الاجتماعي من خلال مساعدة 30 حالة إنسانية طارئة وتأمين كسوة العيد ل 300 طفل طبعا بفترة العيد. هو هذا الهدف الأساسي تبع الحملة. انطلقت مع بداية شهر رمضان، بس نحن من أول أسبوع بلشنا نفكر إنه كيف بدنا نقدر نخليها تستمر لبعد شهر رمضان المبارك، يعني تصير حملة دائمة عندنا بالجمعية لجمع التبرعات ومساعدة الحالات الإنسانية وخاصة الأطفال. لهيك أطلقتوا علي اسم من إيدك أحلى. قديش بالفعل أنتوا أتختاروا العنوان لفعاليتكم؟ قديش كمان بيكون عنصر جذب لهالفعالية؟ أكيد العنوان هو أهم شيء، وإذا كان في طبعا شعار وأي بوست ممكن ننشره على الفيسبوك أو شيء ممكن نحكي عن الإعلام منحاول نفكر فيه كتير بدقة. من إيدك أحلى هي الفكرة تبعها أنه كل الحالات الإنسانية المطروحة نحن حاولنا نحط أرقام تواصل مع الحالة نفسها، بمعنى أنه الشخص ممكن يتبرع عن طريق الجمعية كوسيط أو عن طريق جمعيات تانية، بس ممكن كمان يتواصل مع الشخص المحتاج بشكل مباشر. يعني نحن دورنا هو وسيط أكثر من أنه موضوع التبرعات يعني راح تطلع من الجمعية، هي بدها تطلع من الأشخاص مباشرة للناس المحتاجين. تمام. يعني مثل ما شفنا مو بس تبرع مادي، هناك في شغلات تانية أسمى وأهم. خلينا نحكي عن الحالات اللي تم مساعدتها، يعني قديش كان العدد إذا قدرتي تحصري العدد يارا؟ نحن نشرنا تقريبا 10 حالات من بداية شهر رمضان، اللي أغلقوا تقريبا 8، الباقي في شيء جزئي. طبعا الحالات اللي عم يتم مساعدتها مو كلها عم تنشر فورا على الفيسبوك، يعني احيانا انه بيكون في يعني حدا بفضلوا انه ما تنتشر، ولا بيكون في حدا مثلا بيوصلنا خبر عن حدا محتاج شيء معين كتير بسرعه، فبتم مساعدته كتير بسرعه بشكل طارئ، يعني انه حتى ولو بدنا نضطر لبعدين ننطر انه يتصل حدا اذا كان في حابب يتبرع او هيك. اما الحالات المنشوره على صفحه الجمعيه على الفيسبوك خاصه يلي هي بتكون مثلا بحاجه لمبالغ كبيره شوي، فهي عم نجمع بالتدريج، يعني ممكن ما نقدر حتى لبعد شهر رمضان نأمن بعض الحالات اللي هي بحاجه مبالغ فعلا كبيره. كمان مو بس التبرع بيكون مادي، كمان مثل ما عرفنا انه في اشياء ثانيه ممكن يتبرع فيها الواحد. خلينا ناخذ لمحه عنه. هلا فكره الشيء العيني اكيد دائما مطروحه سواء بهي الحمله او بشكل عام. التبرع العيني بحمله من ايدك احلى هو يعني نحن مخصصينه لكسوه العيد للاطفال. اللي حابب يتبرع بتياب للاطفال للعيد ممكن يتوجه لواحد من مراكز الجمعيه، او ممكن يتصل على رقم موجود على الصفحه وبيروح شخص بياخذ منه التياب عن طريق السياره الجواله لجمع التبرعات العينيه. في سياره جواله كمان اكيد يا ربي. السنوات الماضيه وتحديدا بشهر رمضان كنتوا تقدموا وجبات فطور وسحور للعالم طبعا يلي محتاجه، هالسنه كان هذا الشيء موجود؟ لا، السنة حاولنا شوي نغير. هلأ بأشهر رمضان الماضية في كان عندنا لقمة وطن كانت بمقر الجمعية بساحة الشيخ بندر، يعني المقر الرئيسي. وبشهر رمضان الماضي كان في عندنا مطابخ خيرية بمنطقة دير علي، كمان ساعدنا بإيصال أدوات للمطبخ ببعض المناطق يعني اللي شوي محاصرة. تماما.
يعني هاي في ما مضى. هلا هاي السنه نحن حبينا نغير. هلا اول شيء فكره المطبخ الخيري او توزيع الوجبات صارت كثير منتشره، طبعا الله يعطيهم العافيه كل الشباب المتطوعين وهيك، بس قلنا لحالنا انه خلينا نعمل شيء نغير، مو شرط بشهر رمضان يكون المساعده هي عن طريق وجبه، ممكن يكون شخص بحاجه لمساعده من نوع ثاني، بس بشهر رمضان العالم بتحب تتبرع بشكل عام، فقلنا لحالنا ممكن نستغل هذا اللي بيكون الشخص هو حابب فعلا يساعد الناس، واي حاله انسانيه ممكن ان نساعدها بشهر رمضان، وان شاء الله نضلنا مستمرين ان شاء الله. يارا انتم مو بس يعني بتتخصصوا بمواضيع بتتعلق برمضان وبمطبخ رمضان، وحتى اليوم من ايدك احلى كمان في لكم مجال طبي واغاثي بتشتغلوا عليه كثير، خبرينا عنه. هلا نحن بالعكس يعني الشيء اللي متخصص فيه اكثر بجمعيه نور هو جانب التنموي، يعني اكثر من الاغاثه. احنا بنستغل فتره شهر رمضان ل يعني نقوي شوي جانب الاغاثه اللي عندنا. هلا من ناحيه الجانب الطبي نحن عندنا مركز نور الطبي اللي هو بمنطقه الزاهره، هذا المركز صار له تقريبا سنه، يعني اطلقناه تقريبا من سنه، هو بيقدم خدمات طبيه يعني معاينه لبعض الحالات الطبيه من خلال عيادة أطفال وعيادة نسائية، عيادة داخلية وطب إسعاف سريع أو طب طوارئ، طبعا بشكل مجاني بالكامل. من فترة كان عندنا لمدة 3 شهور إحالات لبعض أنواع العمليات، هلأ عم نحاول نرجع نفعل هذا الموضوع، يعني هو كان لمدة 3 شهور ووقف وهلأ عم نحاول نرجع نفعله. المركز موجود بمنطقة زاهرة القديمة عند جامع العزيز. اي حدا بحاجه أكيد. انه يتم اي معاينه بهالمركز انتم جاهزين اكيد مجانا اكيد. يعني يارا دائما باي عمل في عقبات بيواجه العمل، بتواجه اي حدا عم يشتغل اكيد، شو العقبات اللي واجهتكم بشكل عام؟ بشكل عام بالجمعيه هلا بشكل عام دائما نحن بنقول العقبات هي الوضع اللي نحن فيه، يعني اللي هو الوضع العام. الوضع العام يعني هي اجباري على كل الناس مثل ما هي على الجمعيه، خاصه لما بنكون بدنا نوصل مساعدات او نوصل بشكل عام لمناطق ساخنه او فيها اعمال عسكريه وهي، فهي اكبر عقبه اكيد. هلا في اشياء ثانيه مثل مثلا بحمله من ايدك احلى، انه الناس عم تسال طيب انا شو عرفني اذا تبرعت بهذا المبلغ يعني لوين بده يروح. هلا للاسف بسبب بعض التصرفات السيئه من بعض الاشخاص بهذا المجال، يعني صار يعني في صيت سيء على الجمعيات بشكل عام. هلا نحن بنقول انه بهي الحمله وبشكل عام باي حمله جمع تبرعات او بموضوع جمع التبرعات بالجمعيه، كل شخص حابب يتبرع فيه ويتاكد فعلا انه هاي المصاري او حتى الشيء العيني لوين عم يروح، حتى فيه يقابل الشخص اللي هو تبرع له، يعني الموضوع في شفافيه 100% من هاي الناحيه، يعني هاي اكبر العقبات اللي بتواجهنا. كمان المراه كان لها دور كثير كبير عندكم، تخصصتوا بمجال كمان المراه اليوم بظل الحرب يلي عم تعيشها، قديش حاولتوا بالفعل تدعموا المراه وتكون فعاله بمجتمعها بظل الظروف؟ طبعا موضوع المراه اجى من الاحتياج، يعني نحن بشكل عام لما بلشنا بالجمعيه كان توجه اكثر شيء للاغاثه وللاطفال، فدائما الاطفال يعني مين لما بيجوا الاطفال على المراكز ليكون في نشاطات معينه تعليميه او ترفيهيه دائما بيجوا معهم امهاتهم يعني ليوصلون او هيك، فبيسالونا انه ما في شيء لنا. من هون اجت الفكره انه نحاول نشتغل شيء مخصص للنساء والسيدات بنفس المناطق اللي نحن أساساً مراكزنا موجودة فيها. بنهاية السنة الماضية تم افتتاح مركز نور للمرأة اللي هو بيقدم مجموعة من الخدمات للنساء، منها الاستشارات القانونية والدعم النفسي الاجتماعي، دورات التأهيل المهني، بالإضافة لعدة خدمات طبعاً إذا كان في مساعدة، إذا كان حدا بحاجة لمساعدة بحالات معينة طارئة، يعني بقصد مساعدة مثل السلال الغذائية أو صحية أو غيرها. المركز موجود بمنطقة صحنايا، بصحنايا موجود 3 مراكز، هن مركز أنشطة تنموية ومركز تأهيل مهني ومركز للمرأة، هن كتير قراب على بعض يعني بصحنايا. وقديش عم يكون في إقبال عليه؟
بصراحة يمكن مركز نور للمرأة من أكثر المراكز اللي عليها إقبال يعني من قبل السيدات والنساء، وفعلا كان فيه قصص نجاح كتير حلوة ومميزة. يعني مثلا من فترة كان في صبية عندها شلل دماغي سجلت بمركز نور للمرأة لحتى تتعلم تقرأ وتكتب، يعني سجلت بدورة محو أمية. يعني اللي بيشوف هيك حالة بيقول هذا الشيء مستحيل يتحقق يعني، بس هي الصبية كانت فعلا حلمها أنه تتعلم تقرأ وتكتب، وبالفعل يعني قدرت بنهاية الدورة أنه تتعلم ووصلت لهدفها، يعني اللي هو يبدو للوهلة الأولى مستحيل. يعني ما في شيء مستحيل أكيد. بالإرادة يارا، وأكيد بشهودكم اللي عم تبذل. خلينا نحكي أنتوا عم طبعا يعني عم تقدموا غير العمل الإنساني، هناك مشاريع عم تطرحوها، في خطط. خلينا نحكي شوي عن مشاريعكم وخطط العمل المستمرة طبعا ضمن جمعيتكم المستقبلية. هلا بشكل عام نحن عندنا مشروع يعني مشروع هو للأطفال واليافعين، اللي هو مشروع بداية اللي فيه مراكز بصحناية تأهيل مهني وأنشطة تنموية، والمشروع الخاص بالمرأة والجانب الصحي طبعا. هلا بالمستقبل نحن خطتنا إن شاء الله إنه يكون في توسع جغرافي، يعني حيكون في مراكز بمحافظات ثانيه من هالمحافظات سويدا وحلب ان شاء الله. يعني لهلا الموضوع قيد الانشاء والتجهيز يعني، فهذا التوسع حيكون على هذا المجال. من ناحيه الخدمات نحن يعني دائما كل ما تبرز حاجه جديده بنحاول نلبيها باسرع وقت ممكن، فخدماتنا بتشمل يعني كثير شرائح من المجتمع. التوسع ان شاء الله حيكون بالاتجاه النطاق الجغرافي يعني ان شاء الله. اكيد يعني دائما تكون ايدي الخير اللي عم تقدموها موسعه اكثر واكثر وبتشمل كل المحافظات. بدي اشكرك كثير لوجودك معنا اليوم يارا توما، وان شاء الله كل التوفيق لكم وكل شيء جديد عم تحضروا له كمان تكونوا موفقين فيه. شكرا لكم. اكيد يارا شكرا كثير لك، وشكرا للجهود المبذوله على كافه الاصعده وخاصه على الصعيد الانساني بظل الحرب على سوريا. شكرا لك، رمضان كريم. شكرا لكم، رمضان كريم. رح ننتقل